خلصنا رتبنا الأشياء نحطها بالثلاجة. فاضي يوم يجي المرة اللي راحت مرة مزحوم عشان العيد. فيها نفس أقطع. يا هلا والله، صباح الخير ولا مساء الخير يا وسن. لا تحر تسوق اللاية. مسوينا فطور أنا وسونا. بس كذا دايركت. لا قطعيها مربعات. طيب زيت زيتون. سيف هذه كبيرة في الطعام الصين. انت ذوب. حد كذا تنسى شكلهم مرتب، يعني نفس شكلهم يطلع الشكل حلو. هنا هذا حط البيض. لا والحشوة الحمراء والخردير. هذه اللي سويناها أنا وروان لما كنا عند روان. لا ذيك كان بس صلصة حمراء. بس حطيت أذكر أنا مسويتها بس حطيت ثانية معجون طماطم. إيه زي ما أحط الحين. خليتي تسوقين علي؟ لا والله ما اسوقها، ما اعرف اسوق. الله يرزقنا. ساتر. اي بس في ما فهمنا وش الطبق الكريم. هذا ملح. طول عمري اسويه معك. الحين ما بدك. حطيت من هذا نبي احنا مشطشطة، تبين فلفل، تبين كمون، الحين نغطيه، كم صراحي تبين طيب ايش اسمه نحط جبن شيدر؟ خلاص خلصنا 25/4 ست ساعات. الحين ببشر عليه جبن شيدر. هذا انا مرة احب الجبن شيدر. ليدو يستوي. شايفين ما شاء الله جنن ذا بالجبن طلع يهبل. بدي ألمس. لا مدري. نمسك الصحن.
تبين اسوي احط عليه حليب سايل ولا ما تحبين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. احط ليش ما احط؟ ها؟ واو استني بحط الحليب. جاري بابا ايه ما كثر. يلا طلعي الخبز اللي تحبين نكون اقعد هناك. يلا حطيه في حليب تحت عشان ما يطلع شكلك كثر. تستني لا طيب جربي ما تلاقي. يلا مشينا. هذه احلى فطور مع وسون الحلوه. والله من زمان عنت يا وسن. ليتس ولا تنظمين نومك عشان نصير نقوم انا وياك الصباح نفطر. ايش رايك كل يوم نسوي فقره فطور شكل؟ اوكي يعني هو شكله سهل بس واضح صح. جاهز بس العلم. يلا خلص فطورنا نشوف ايش فعلنا. يا اهلا اهلا اخباركم؟ خلو اوريكم علاج النوم اللي قلت لكم عليه من قبل. والله لي شهر وانا كل ما اطلع بجيبه وانسى. هو غالبا تلقونه عند حقين المشاتل. هذا هو تغير شوي شكله بس ان شاء الله نفس النتيجة بس مكتوب عليها صورة الساروت. وهو علاج الصواريخ والنمل كل الحشرات يعني. ممتاز ممتاز ممتاز. تقعدوا لكم سنة سنتين ما شفتوا النمل. بس أول حاجة انتبهوا للأطفال منه وانتبهوا اللهم صل على محمد وتعودوا يعني استعيذوا من الحشرات قبل ما تحطوا لهم. يعني قبل بيوم استعيذي منهم وبعدين صار من بكرة حطي لهم السم. الله يكفينا شرهم. يعني من الناس اللي مرة تتأذى من النمل وش اسمه. بس اللي حطيت هذا والله يقعد سنة سنتين ما عندنا شيء. وأنا أحط على الزوايا أحط مثلا تحت الدرج. عندي درجين، درج جانبي ودرج أساسي. أحط تحت الدرج الجانبي أحط تحت مغسلة المطبخ وأحط في المطبخ الجانبي تحت الأدراج وأحط فتحات اللي أشوف في بيت نمل أو كذا أحط فيه برا بالحوش. وبس يعني ما تحطونه كذا عشوائي، لازم بالزوايا والأماكن اللي تطلع منها النمل. إن شاء الله أكون أفدتكم. وبحطه بعد لكم في المنتدى عشان اللي ما شاف هنا يشوف هناك. يلا إن شاء الله نستفيدون منه. تدعوا لي عاد. خل أشارككم مشترياتي لليوم للمطبخ. لما نستغني عن هذه الصدور المجمدة مرة ممتازة وسعرها معقول مكتوب عليها طيبة. الكيس الواحد فيه في كيسين. خلي أفتحها واحدة وأوريكم. أكثر من صدر أضار فيه ثلاث صدور الكيس الواحد. سعره يا بنات مرة معقول صراحة. ما أذكر كم لكنه يعني مقارنة بسعر لما نشتري من البقالة صدور يمكن 25 ريال. لما تروحون تشوفوا راح تشوفون شلون فرق السعر. شفت شوية ورقيات مرة مشتاقة للورقيات. سوي لي سلطة كده خفيفة. نوتيلا صحيح انها مضرة لكن ما نستغني عنها. ريالي يحبونها. والسوداني بعد اليوم بغير شوي بسوي صينية بطاطس. جبت بطاطس بسويها بالدجاج الفيليه.
مانجا ليمون فلفل بارد زيت طماطم خيار فندي شوية عنب. طبعا احنا عقب الظهر الحين بيبدا اليوم بسوي قهوة، وواحد من الشباب توه قايم وقايم فطور، وبنفس الوقت بسوي صينية البطاطس، خلاص بتصير غدا وعشاء اللي عاد يعني الحين يبي الغد، يعني بما انهم الحين توهم يبون الفطور فطبعا ما راح يكون الغدا الحين يعني على العصر او المغرب، بس انا مشغوله اليوم فخلاص متى ما بغوا ياكلون منها. عارفون الصياني مره حلوه مقبوله يعني تكون غدا او عشاء. وبس والله كنت حلف من زمان ما شاركتكم فقره مشتريات المطبخ. خلصنا رتبنا الاشياء نحطها بالثلاجه نشوف غدانا. هنا عاد جاء وقت تصليح الغداء، اليوم قلت بغير شوي عن المعتاد، يعني قلت خلي اسوي صينية بطاطس. انا معتمدتها هذه الطريقة مرة يحبون عيالي، وبعد بسوي رز ابيض عشان شيء اساسي يعني لازم صراحة اسوي الرز عشان العاملة، وعيالي بعد بعضهم يحبون يعني مع صينية البطاطس رز، مو كلهم يعني يحبون البطاطس كذا يعني مع خبز، لا احد يفضلها مع الرز. أقول لكم عاد طريقتها بسيطة مرة. بصل شوحت البصل كذا، وبعدين عاد حطيت الدجاج، وعاد أنا ما أشوف في فرق يعني أشوف في بعض الوصفات لا أول شيء يحمسون الدجاج وكذا ويحطونه على جنب بعدين يحطون البصل، يعني مشوار ما شفت في فرق بالنتيجة يعني بين أني أول شيء أحمس البصل أو أني أول شيء أحمس الدجاج. المهم قطعت البصل كذا شرايح طويلة وحمستها شوي بزيت زيتون، وبعدين حطيت عليها الدجاج. الدجاج انا قطعتها مكعبات شو اسمه اللهم صل على محمد، وبعدين عاد حركتها شوي على النار لحد تقريبا ما بدت تستوي، بعدين اضفت عليها عاد الفلفل البارد او الفلفل الرومي ما ادري انتم وش تسمونه، واضفت عليه بهارات، اضفت عليه شويه معجون طماطم، واضفت عليه قشطه وجبن سايل يعني كبديل لكريمه الطبخ، اذا كان عندكم كريمه الطبخ حطوا كريمه الطبخ على راحتكم يعني. وبس والله بنات هنا سويت الرز، وسبحان الله عجزت يعني انا اني اترك وجبه الغداء، ما ادري انا عندي ولاء يعني عجيب لوجبه الغداء، كل يوم اقول خلاص اليوم ما راح اسوي غدا راح اخليها عشاء، لكن ألقى نفسي كذا داخل المطبخ ومسوية غداء. عاد اليوم أنا ما سويتها إلا على أذان العصر يعني لما خلصت أذان العصر، بس ما أدري يعني مو يعني قادرة أني أترك هذه الوجبة، سبحان الله أحس أنها وجبة مرة أساسية، مع أن حنا يعني غالبا يعني كل البيت لازم يفطرون أول ما يقومون، يعني ما يحبون على طول يقومون يأكلون دسم أو كذا رز أو دجاج، حنا كل العائلة نقدس وجبة الفطور، فاللي مهملة مرة هي وجبة العشاء، يعني قليل قليل مرة أنا صراحة أسوي عشاء يعني خاصة بالإجازات وكذا، يعني دائما بالأيام الدراسة لا يعني فعلا لازم أسوي عشاء كذا عشاء خفيف دائم، لكن بالإجازة لا، عاد كل اللي يسوي له يبي يعني يا توست يا أحد يجيب من برا يسوي لهم شاورما، يا أحيانا أسوي لهم أندومي أو أسوي لهم سندوتشات على حسب، لكن هي الوجبة المهملة عندي أنا بالنسبة لي أكون خلاص أصلا يعني سويت وجبتين فطور وغدا وأحيانا حلا، فخلاص ما عاد يكون في طاقة أني أسوي فيها عشاء. لكن وجبة الغدا ما أقدر يعني سبحان الله أتركها، لو تركتها يوم يومين كذا أرجع مرة ثانية وأرجع للنظام من جديد وأرجع أسويها مرة ثانية. المهم عاد أقول لكم خلاص شو اسمه ما أدري إيش فيني قمت أكلج. هنا زي ما قلت لكم حطيت الجبن السايل وحطيت القشطة تعطيني قوام يعني كذا شوي، وأحيانا بعد أحط شوية حليب يعني على حسب، أهم شيء طلعت مرة يا بنات لذيذة. دخلتها الفرن بس تحمرت مع فوق،
هذا شكلها ما شاء الله. لكن يا بنات العجيبة البطاطس، ما أدري يعني أول مرة يمر علي مثل هالبطاطس. بتقولوا لي إنه يمكنها للقلي، حتى أنا أجرب يعني أحيانا حق القلي وعادي يمشي معاي، حطه بالقلاية الهوائية وما شاء الله يطلع يهب اليلين. أما هذا البطاطس مرة شيء غريب، تخيلوا يعني مرة قاسي قاسي، لدرجة إني بعد خليته نص ساعة بالقلاية الهوائية بعدين رجعتها يوم شفتها مرة قاسي ما راح ياكلونه، رجعت حطيتها بالقدر طبختها شوي بعدين صفيتها ورجعتها مرة ثانية ومع ذلك لان شوي بس مو يعني بالدرجة، لان ابغى يعني كصينية لازم يكون لين البطاطس. اهم شيء انه يعني اقول لكم خليته يطبخ تقريبا ربع ساعة. عجيب عجيب اول مرة اشوف مثل نوعية هذا البطاطس. المهم انها مشى الحال وخلصنا طبختنا والحمد لله. هذا هو شكل ما شاء الله الصينية، حطيت عليها رشة شو اسمه اللهم صل على محمد جبن موزاريلا ودخلتها الفرن وتحمرت مع فوق، وهذا سويت معاها سلطة خضراء. والله ملك الحمد ولك الشكر. هنا عاد خلصنا فقرة الغداء، إن شاء الله تكون عاد عجبتكم الفقرة حقة الغداء حق اليوم. رحت عاد كان عندي شوية شغل. ثانية شيء إذا كان عندك محل قريب صراحة إنه يخدمنا مرة، وجود ثاني قريب من عندنا. فاضي يوم يجي المرة اللي راحت مرة مزحوم عشان العيد، شوفوا شلون السياق فاضية سبحان الله. عاد بشوف الحين كانوا مسوين تخفيضات أو لا، العادة يسوون يعني بعد العيد تخفيضات. شوفوا شلون فاضي. سنة خلاص صراحة ما لي خلق أصور، خلصت أغراضي، أخذت شوية أغراض على العاملة وبس بطلع عاد الحين.